شارك سعاده الدكتور عبد اللطيف براشد الزياني وزير الخارجيه في الاجتماع الوزاري الموسع بشان الجهود المبذوله لحل دولتين والذي عقد اليوم في العاصمه البلجيكيه بروكسل بدعوه من المملكه العربيه السعوديه ومملكه النرويج بالتعاون مع الاتحاد الاوروبي وتراس الاجتماع صاحب السمو الامير فيصل بن فرحان ال وزير الخارجيه في المملكه العربيه السعوديه الشقيقه ومعالي السيد اسبن بارت ايد وزير خارجيه مملكه النرويج وشارك في الاجتماع عدد من وزراء الخارجيه في عدد من الدول العربيه والاسلاميه والاوروبيه ومعالي السيد جوزيف بوريل الممثل الاعلى للشؤون الخارجيه والسياسيه الامنيه بالاتحاد الاوروبي ومعالي السيد احمد ابو الغيط الامين العام لجامعه الدول العربيه واكد وزير الخارجيه في كلمه له في الاجتماع ان التوصل الى حل الدولتين يتطلب بذل جهود تعاونيه مع الدول الاخرى لتاييد اقتراح قمه البحرين بعقد مؤتمر دولي للسلام والذي سيمكن من مشاركه جميع الاطراف المعنيه في صياغه خطه قابله للتنفيذ تعالج الحقوق المشروعه والشواغل الامنيه لكل من الفلسطينيين والاسرائيليين ودعا وزير الخارجية إلى صياغة رؤية واقعية لغزة ما بعد الحرب على أن تشمل هذه الرؤية جهود إعادة الإعمار وهياكل الحوكمة والترتيبات الأمنية التي تعطي الأولوية لسلامة وأمن جميع شعوب المنطقة ومصالح وأمن الدول الإقليمية الأمر الذي سيتيح التقدم بخطوات أكبر نحو تحقيق حل دائم وشامل للصراع وأكد وزير الخارجية على أهمية العمل مع القوى الدولية الكبرى المشاركة في مؤتمر السلام ودعا محل الدولتين مشيرا إلى أن الاعتراف الأخير من قبل كل من أيرلندا والنرويج وإسبانيا بالدولة الفلسطينية سيمهد الطريق لمستقبل أكثر استقرارا وأمنا لجميع الأطراف ودعا وزير الخارجية جميع الدول بما في ذلك الدول المئة وثلاثة وأربعون والتي أيدت العضوية الكاملة لفلسطين في القرار الأخير للجمعية العامة للأمم المتحدة إلى إعادة التأكيد علنا على اعترافها بدولة فلسطينية المستقلة. ما سوف يوجه رسالة قوية من المجتمع الدولي تؤكد أن الإجماع الدولي يتضامن مع حل الدولتين ويلتزم بتعزيز مستقبل يتسم بالسلام والأمن والازدهار لكل من الفلسطينيين والإسرائيليين وجرى خلال الاجتماع تبادل وجهة النظر تجاه سبل التوصل إلى حل الدولتين وفقا لقرارات الشرعية الدولية وتطورات الحرب في قطاع غزة وانعكاساتها على الأمن والاستقرار الإقليمي والأمن والسلم الدولي واستعراض الجهود القيمية والدولية الهادفة إلى إنهاء الصراع الفلسطيني الإسرائيلي ودعم جهود إحلال السلام العادل والشامل في المنطقة